أعرب سفير إيطاليا بالجزائر جوفاني بوغيليسي عن رغبة بلاده في دراسة إمكانية فتح خط بحري لنقل المسافرين بين البلدين. السفير الإيطالي اقترح أن يكون الخط انطلاقا من مدينة عنابة باتجاه أحد المدن البحرية الرئيسية بإيطاليا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق النقل البحري المبرم بين البلدين بتاريخ 14 نوفمبر 2012. أما في مجال النقل الجوي فقد أبدى السفير الإيطالي رغبة بلاده في دراسة إمكانية استغلال رحلات تجارية لنقل البضائع بين البلدين، وذلك بموجب اتفاق التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي الموقع بين البلدين في 22 جانفي 2013.